كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، يعني ببارك لك النهارده فوز كبير على فريق المقاولون العرب 5-2، نتيجه كبيره واداء جيد ايضا من النادي الاهلي. الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله رب العالمين على الاداء. المباراه هي درس متكرر في كره القدم، المباريات باحداثها يعني بتبقى سهله جدا وبعد كده بتتصعب جدا جدا جدا، وممكن لا قدر الله كمان كنت تبقى طالع بنتيجه بعد الرجوع المقاولين ان هو يبقى يتقدم كمان، وده كره القدم. يعني انا عايز اقول حاجه ومصمم عليها يا جماعه، مفيش حاجه في الكوره اسمها تعاطف، مفيش حاجه اسمها رحمه، مفيش كده في الكوره. يعني انت كسبان 2-0 وليا بينالتي او ليا هدف لازم يتحسب، كسبان 3-0 وليا بينالتي او هدف لازم يتحسب، كسبان 20 يا سيدي، يعني كسبان 20 كره وليد ازارو 3-0 ايه ليه ما تتحسبش؟ ليه يبقى انا شايف ان انا لا 2-0 كفايه؟ مفيش كده، مفيش كده في الكوره خالص يعني. فاعتقد ان ده درس في الكوره، الحمد لله رب العالمين. يحسب طبعا لفرقه المقاولين، فرقه محترمه جدا، عندها قدرات كويسه، عندها عناصر كويسه، عندها مواصفات او قدرات في كره القدم، من سرعه، من استحواذ، من انطلاقات، من خبره، من تحكم في الكره، عندها حاجات كثيره، وعندها جهاز فني على مستوى عالي جدا. احنا عارفين كويس قوي ان مباراه المقاولين من المباريات الصعبه مش السهله، لكن يحسب للعيبه كمان التعامل الجيد مع اللقاء. في بعض الاوقات طبعا رجع المقاولين للكوره او رجع المقاولين للجيم، وده حال كره القدم، لكن الحمد لله رب العالمين على المكسب. يعني نادرا لما بيحصل النادي الاهلي يبقى متقدم 2-0 يا كابتن سيد ويتعادل، شايف الاسباب ايه؟ وايضا شخصيه النادي الاهلي موجوده في تدارك الموقف واحراز اكثر من هدف يعني. لا من غير اسباب، هي الكره كده، هي الكره زي الناس عارفاها كويس جدا، لما قلابه جدا غداره جدا، يعني زي ما هي بتبقى معاك وحلوه وجميله ودمها خفيف وتضحكك وتبسطك وتفرحك، بيبقى لها وش تاني لازم تتقبله ولازم تبقى عارفه ولازم تحضر له. احنا عارفين ده وبنتعامل معاه بشكل كويس جدا والحمد لله رب العالمين. لكن يحسب للعيبه مرارا وتكرارا، انت بتلعب لحد اللحظه الاخيره، لحد الصفاره الاخيره، لحد نهايه اللقاء، يعني المهم ان انت تأدي اللي عليك، وده اللي حصل الحمد لله. ناقص 11 ماتش، فرق 14 نقطه، رؤيتك ايه؟ يعني لا خلينا نقول برضو احنا ماشيين في خطنا، ماشيين في مشوارنا، ماشيين في طريقنا ايا كان يتقال، حتى لو كان في اهداف بتتحقق عايزين نحقق ارقام، يعني لازم يبقى في دوافع جديده تتقال للعيبه على طول، لازم يتقال لهم شويه اهداف عايزين نحققها، وان شاء الله الرحمن نكون عند حسن الظن، ويا رب باذن الله نكون موفقين في التعامل في المباراه اللي جايه باذن الله.